انا قررت اعمل حاجه مجنونه النهارده، اول مره اعملها في حياتي. قلت هعملها دلوقتي واشوف. انا دلوقتي في رمضان في وقت الفطار وانا معدي لقيت مائده رحمن، واول مره في حياتي ادخل مائده رحمن. فانا هدخل للناس هقول لهم ان انا مسيحي واشوف رد فعلهم في اني عايز ادخل اكل معاهم في مائده رحمن وانا مسيحي، فهشوف رد الفعل ده ايه وتعالوا نشوفه. انا دلوقتي داخل على الناس وهم بداوا يفطروا، فانا داخل عليهم واشوف. باشا تقول لي باشا عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ طيب باشا طيب تعيش، ربنا يخليك. سلام يا باشا، خلصان طيب. اقعد افطر معاكم في المائده ولا ايه؟ اتفضل يا باشا، خلصان طيب، خلصان طيب. بس انا مسيحي. ما هو ايه يعني يا باشا؟ على دماغنا، على دماغنا. ايه الكرم ده يا عم؟ على دماغنا يا عم، خلصان طيب. انا اكلت الصبح عادي، انتوا لسه هتفطروا؟ لا خلصان طيب يا باشا. انت طيب تعيش؟ خلصان طيب، تعالى يا باشا. انا هقعد معاكم والكلام ده هينزل على الفيس، تمام؟ تحت امرك، تحت امرك. ربنا يخليك، كفايه انتوا اهل كرم. خلصان طيب. احنا اكيد اخوات، اكيد اخوات من غير اي حاجه. ما انا عشان كده انا قاصد وانا عارف ان انتوا اهل كرم، فانا قلت اجرب. وربنا يخليك. التجربة دي جديدة ومختلفة بالنسبة لي، واللي لفت نظري أكتر هو كرم الناس دي والترحيب اللي رحبوا بيا لما شافوني وقالوا لي اتفضل عشان تاكل حتى قبل ما يعرفوا أي حاجة. ولما عرفوا إني مسيحي رحبوا بيا أكتر وأصروا إن أنا أفضل آكل من كل الأكل، واللي يخلص يحطه لي تاني. ده غير إن الأكل كان فعلا بجد جميل جدا، كطعم وكنظافة وكتقديم، كشكل حتى بالتقديم بتاعه. يعني البطاطس اللي اتعملت كانت لسه نازله حالا من على النار وكان طعمها جميل جدا، هي بطاطس مطبوخه، غير الرز، غير اكتر من قطعه لحمه موجوده في الطبق، غير العيش وازايز ميه معدنيه ساقعه جنبك، وكل شخص بيجي له الوجبه بتاعته كامله بالميه بتاعته، واللي بيخلص بيقول له لا كل تاني وبيضغط عليه انه ياكل عشان ما يقومش مثلا وهو لسه جعان او حاجه. انا عن نفسي كان نفسي اكمل الطبق بس انا فعلا ما قدرتش. بس انا قلت للحاج خالد انه لا، الاكل كان جميل جدا وانا كان نفسي اكمل. وبجد الناس دي كريمه قوي، واكيد مصر كلها فيها كرم زايد عن الحد. يمكن الناس كلها ممكن تسمع عن كرم المصريين لكن ما حدش جربه الا لما يجيله. وكل الناس اللي حوالينا في كل الدول لما بتيجي مصر بتسمع عن اهلها وعن كرم اهلها. انا اول مره اشوف كرم بالطريقه دي. الناس رغم اني قلت لهم ان انا مسيحي واكل وكل حاجه قالوا لي انت لازم تفطر، رغم اني قلت لهم برضه انا ممكن عادي انا اخد لقمتين، قالوا لي هتاكل وهتاخد وجبك وزياده. واول مره تلاقي بالكرم ده. هو الحاج خالد واقف دلوقتي بيوقف الناس في الشارع، انا حبيت اشكره بس. الله يخليك، يعني شكرا على الواجب الجميل ده. وانت طيب، كل سنه وانت طيب يا حاج خالد. اتشرفت جدا بمعرفتك، ربنا يخليك. شكرا ليك، بعد اذنك. ايه يا جماعه الكرم ده؟ انا ما تخيلش ان في كرم كده، يعني مش اللي هو عادي لا اقعد وكل عادي، لا ده الناس جابوا لي حاجات لما عرفوا ان انا مسيحي، جابوا لي حاجات اكتر. مش اللي هو يعني بقوا يجيبوا بطاطس ويجيبوا الوجبه ويجيبوا الميه وكل شويه عمالين ينزلوا بطاطس تاني. الناس كانوا كرم فوق الوصف بجد. فربنا دايما يديم المحبه في مصر كلها، وانا عارف ان مصر كلها كده. ولو دخلت اي مكان في مصر انا عارف انه هيترحب بيا اكتر من كده. وانا نفسي بقى في مره كده نعمل فيديو ونجرب ندي الناس في الشارع ونقول لهم ان احنا مسيحيين في الفطار. يعني المفروض ده واجبنا احنا كمسيحيين ان احنا في الوقت ده وقت الفطار نفطر الناس. كل سنه وانتم طيبين. انا حبيت بس اعيد على الناس، ويا رب رمضان كريم دايما، وعيد سعيد على كل مصر والمصريين وكل العالم يا رب يبقى سعيد دايما. قابلت هنا عم ناصر برضو، بجد ناس كرمة لأبعد الحدود. هو الراجل ده اللي استقبلني في الأول. الحمد لله، ده كرم من عند ربنا وكرم بتاع ربنا يا باشا. كل حاجة ربنا بيبعت لها رزقها. يعني انتوا ناس كرمة بأمانة، وأنا اتشرفت بمعرفتكم. كرم بتاع ربنا إن شاء الله. ربنا يخليك عم ناصر. ربك اللي بيبعت رزقنا. تعيش، ربنا يرزقك دايما. اللهم آمين يا رب. ربنا يرزقك يعني باللي أنت بتعمله، أنت راجل كريم أنت وأهل بيتك، فيعني ربنا يرزقكم دايما. اللهم آمين. الناس من كرمهم مش عايزين نمشي، يعني جولي بعد ما ركبت العربية وبيقول لي لا لازم تنزل تشرب شاي، مش عايز نمشي. انا قلت له بجد يعني عايز ارجع الحق ارجع، فقال لي لا لا يمكن هتشرب شاي. فقلت له معلش شايفيني، بجد ناس كرمه لابعد الحدود. ربنا دايما يديم المحبه دي اهم حاجه.